اوكي مرحبا، صرنا في القسم 9.7 من كتاب هاسكل. هلا هو بدي احكي عن شيء اسمه ليست كومبريهنشنز. هلا بنحكي شو هن، بس قبل في شغله هيك. بعد ما خلصت التسجيل تبع ال 9.6 كنت عم طبعا عم نحل، كان هو اساس بس بده الماي ووردز اوكي ياخذها كلياتها، بدروب واي دروب واي وتيك واي. اوكي هلا انا حليتها هون، بس هذه الجزئيه اللي هون اوكي حليتها باستعمال ماي تيل. عملت تيل على اساس اخذ اول، يعني مثلا بدك تاخذ كلمات مثلا اوكي. المشكله كان بس يطلع لي هذا الفراغ، كيف بدي اخلص منه؟ لانه بس اعمل دروب، انا بس اعمل تيك واي حياخذ الكلمه الاولانيه طبعا، وفي عندي الفراغ. بس ابلش بالثاني، ببلش هو بفراغ ما ببلش بحرف، يا ريته ببلش بحرف كان اهون بكثير. بس هو ببلش بفراغ وبدك تخلص من الفراغ وبعدين بتكمل بكلمات. ف انا عملتها بالماي تيل، انه بالتيل بس هيك بالاول بتخلص، بالتيل بتخلص من اول حرف تلقائي وبتكمل، عرفت كيف؟ بكون فانكشن اسهل شوي الكتاب فيه. هلا لا، هلا اذا بده هو الجواب الكامل 100% زي ما هو بده اوكي، كان لازم تستعمل دروب وايل هيك اوكي على نفس الديليمتر، نفس الفاصله، يعني ان كان كسر سطر او فراغ او شو ما بدك، وشو اسمه، وتاخذ هون بس هون دروب وايل ايكوال اوكي، والكي هي الكلمه الثانيه، يعني انت بتعمل هي اللي حتسقط لك الحرف الزياده اوكي تبع الديليمتر نفسه، هي حتسقط لك الديليمتر مثلا مثل هون اوكي، حتسقط لك اياته كل مره تمام. اذا بنحكي بحرف فراغ فتشغيلها تمام، خلينا اشغلكم اياها. لما حكينا على السنتنسز شايف كيف بجيب لي اياها بكسر لي اياها، لو كان نحكي احنا عن فراغات كان قلب لي اياها لكلمات كل شيء تمام. هي سلاش ام بالنص، شايف كيف عم تجي؟ طيب اوكي فهيدي هي تمام. هذا كنا نعلم عليه انه كان استعمل دروب وايل، مره هون ايكوال مره هون مش ايكوال، كيف لما اول هون خليها تسقط كل شيء طالما هو بيساوي حرف فراغ، فحرف فراغ هذا والباقي خلص بينزل، يعني حرف فراغ بتشيله وبتكمل بالباقي بالصوت زي ما هو اوكي. بعدين هون بتاخذها مره ثانيه بتدخلها بعد ما تكون انت قصطت كل الباقي، يعني اشتغلوا عليها وحاولوا تفكروا فيها من جديد تمام. هلا نحكي list comprehension. comprehensions يعني بالفهم، يعني بدك تحكي الليستة بهالنمط. هذا بالآخر بديش حكي كتير اوكي، يعني بدك تعبر عن مجال من الأرقام، عن مجموعة من الأرقام، مجموعة من العناصر باستعمال الفهم. هاي بس باختصار هالكون اياها، معناها اكس تربيع هي عبارة او عن عفوا الليستة هي عبارة عن الأرقام من الواحد للعشرة اللي بتعبوا بالاكس اللي هن بنفذ الفانكشن اكس تربيع. يعني كل الارقام اللي بين 1 و 10 بتحطهم كلياتهم بالاكس تربيع بيطلع الليسته تبعتها. هذا تشوفوها يا عمي، حاول انسخها بس مش عم يسمح لي. طيب خليها هيك ما بأثر. ها هاي اكس تربيع بحيث انه شو اجى عمل هو هون؟ اخذ كل عنصر باللستة وعباها للاكس والاكس نفذها بالاكس تربيع. شو بس هي بدون ما اشرح كتير. هلا يعني هون بقول لك عندي لستة بحيث انه عناصرها هن الاكس تربيع، بس شو هن الاكسات اللي لازم يكونوا؟ بدك تعبي اللستة من هون لهون اوكي، من 1 لـ10 مثلا اوكي، مش بالضرورة تمام. ف هيدي هاد طريقة مثل لما كنا نحكي مثلا هيك بقول كنا نحمل هيك بالرياضيات، نكتب زمان نكتب عندنا لستة اكس بقول لك اكس such that اكس بتنتمي ل real numbers اوكي واكس اكبر من 1 تمام. كنا نتذكر بذكره اذا مذكرين بقول لك الاكس بكون اكبر من 1
شو x such that x، هذا x بحيث انه x هي تنتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية وx اكبر من واحد. بتشوف فهاي هي نفس الطريقة بس بطريقة هاسكل بنكتب عليه. بتشوف بعدين هون بعدين فينا زيد شروط وقصص كثير يعني، وفينا نحط احنا الفانكشن اللي بدنا اياها. تمام طيب. فاذا هلا اذا بدنا نضيف كلام زياده شو على الشرط يعني، قالك هون احنا عم نشرط بس انه اكس شو بتكون بين الواحد والعشرة، لا بديش بس هيك، بدي اياها تكون كمان انه باقي اسمه الاكس على 2 بساوي صفر، يعني كل الارقام الموجبه مش بس المفرده، يعني هون بيطلع الارقام المفرده بدي كمان بس الموجبين بديش اياهم كلهم، ف بيطلع هيك اوكي وهي بيطلعوا كلهم. تمام كل شيء موجب بيطلع. افترض مثلا عندنا احنا بدنا نحكي عن رقمين مثلا، هي شو اسمه يعني شو بدي اعمل هون، بدي اجيب كل بدي اطبق هذا الفانكشن x باور y x اس y اوكي x مكرر ضربة y مرة اوكي، بس بحيث انه الاكس هي بين الواحد والخمسة والواي هي بين اثنين لثلاثة اوكي او اثنين وثلاثة، الواي هي بس بتاخذ اثنين وثلاثة والاكس هي من واحد خمسة. شو بيجي بيعمل هو هون بجيب بثبت الواي مثلا اوكي وبشتغل على كل الاكسات بطلع النتائج، برد مرة ثانية ثبت الواي على الثلاثة اوكي بدل ما كانت على اثنين وبرد بشتغل على نفس كل الاكسات. فهمتوا كيف؟ هيك بيعملها وبطلع بطلع كل التبديلات وكل الاحتمالات الممكنة، ف هيك بيطلع معنا. تمام بس على السريع يعني ما بده هالقد فهم. تمام كمان مش بس هيك بدي اضيف بعد شرط انه بقول لك كمان الباورز تبعيتهم بدها تكون شو يعني اجوبة الباور لازم تكون تحت 200. طيب انا اول مرة طلع لي شيء 200 طيبة بس ما فيش اشي كلهم تحت 200، يعني فينا مثلا نزيد انه ال x باور y مثلا اوكي خلينا نقول عشان تبين. طيب هاي تحت 200 هاي تحت 200 هاي تحت 200 كنا نزلوا كلهم، بس نزلت له مثلا تحت ال تحت ال خلينا نقول 30 هي يعني جابهم كلهم كل الارقام اللي تحت ال 30 اوكي، بس يعني انت على يمين الماسورة على يمين الشحطة الواقفة اوكي خط الواقف عصاية على يمين الماسورة، احنا بنسميها الماسورة على يمين الماسورة اوكي يعني منها وهيك اوكي، بتحط الشروط تبعيتك وتحط الليستات تبعيتك المطلوبة تعملها الاكس والواي اوكي، وفيك تحط قد ما بدك متغيرات اكس واي زد اللي بدك اياه، هيك انت بتألف لستة على الطاير اوكي. تمام مثلا هلا عشان تفهموا كيف اشتغلت هي باورز انه على الكل. تمام فقال لك يا سيدي هي بدل ما تكون هيك شيل لي هاي. تمام لحظة شوي شيل لي هاي بدل ما كانت هيك اوكي، هلا بدي اشيلها واقول له انه هي كل المجموعة كل التوبلز اللي هن x فاصلة y شو كل التوبلز x y. تمام هلا بتشوفوا كيف بركب هو الليستة بركب لك توبل، لاحظ كيف الواحد بياخد الواحد بيطبق على اثنين بعدين بيطبق على ثلاثة بعدين بيطبق على، عرفتوا كيف يعني الواحد مرة بياخد واحد مع اثنين مرة بعدين واحد على ثلاثة بعدين بروح مرة تانية على رقم اثنين بقلب الاكس اوكي، هيك بدور هو بياخد بلشت بالاكس. انت لو خلينا مثلا لو حطينا احنا حطينا هون واي وهديك اكس تمام ببلش الترتيب بالعكس، لاحظت كيف اوكي ترتيب التوبلز بيفرق بصير اوكي. ماشي
ماشي. فهون مثلا بدك تطلع كل سكويرز، كل التربيعات من الواحد للعشرة وتحطهم متغير عادي، مش مشكلة هاي، تمام. وبعدين شو هون عنا؟ أنا عم بقرا بس الفون لأنه هذا هو الشغل الحقيقي، ما في شيء أكتر، تمام. مثلا هلا مش قالك هاي الماي سكوير هيك؟ طيبة، قالك هاي الماي سكوير، هاي كل التربيعات تبعيته. هلا شو قالك هو هون؟ هي لسة طلعت مش هيك؟ هلا شو قالك؟ قالك لا بدي أخذ هاللستة وأطبعها بقلب كومبريهنشن تاني. فأجيت قلت لك أنا شايفين هون في كومبريهنشن تاني، فقالك لا بدي أنا تكون الأكسات، أنا بدي أحط من هون طز، تمام. حط هاي ماي سكوير، أوكي هيا هون. فهمتوا شو؟ يعني لستة بلستة 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 بلستة، خبص كيف ما بدك، عرفت شو؟ مش بهم انه بس لانه هو قال لي هون، عرفت كيف؟ انا بس عم بلمح بناء على اللي حكاه، كيف؟ انا عم بعطيكم شيء اوسع كمان، مش كيف يعني. كان فيك تحط list comprehension داخل list comprehension تاني، يعني مش انه غلط يعني، عرفت كيف؟ يعني كان فيني مثلا حتى اكتب مثلا هاي، اقول له هيك، اقول له شو هون، اجيب هاي اوكي اطقها هون واقول له هون مثلا زاد بس عشان ما يخبصش، اوكي هي زادت، عرفتوا شو؟ كان فيني اعمل ليس كومبريشن داخل ليس كومبريشن بالتعريف عادي، ما منه مشكله، اوكي. طيب هلا تمارين، يعني المسألة اصلا ده درس كتير صغير وما في شيء يعني، اوكي. بلا خد لك نظرة على الدوائر التالية. حاول تعرف شو الليستة الناتجة ممكن تكون. طيب هون هذه هون اعطيني كل التربيعات تبعتك اللي هن بيكونوا يعني مزوجين، واضحة هاي؟ تمام. فهي وبعدين قال لك هون كمان نفس الشيء، قال لك تربيعات الاكس تربيعات الواي، اوكي اعمال توليفه منهم، تمام. وقال لك الاكس لازم يكون تحت ال 50 والواي اكبر من 50، عرفت شو؟ عادي راح تشوفوا كل التوبلات، اوكي ارقامها، اوكي الاكس تبعها راح يكون تحت ال 50 والواي تبعها اكبر من 50، اوكي. خليها اول مره بطلع، هلا بطلع على الارقام كويس، تمام. هلا بدي اثبت انا، اقول له الاكس بدها تكون اقل من 50 والواي اكبر من 50، تمام. شفتوا كيف؟ هلا فيش ولا رقم من جهه الاكس، تمام، بطلع اكبر من 50، يعني حتى هذا اكبر واحد بعرف كيف 49 اللي هو 7 تربيع. لو تيك 5 كمان بتمشي، خلص ما هي لسة بتعوض، عرفت شو؟ ايش ها بدك تيك 5؟ هاي تيك 5 ها، شو هاي اولتها ايش هي؟ طيب بقول لك كمان list comprehensions بالسترنجات، كيف تعمل على strings، تمام. فبقول لك عندنا هذا الالم هو بياخد عنصر او لا، هو بتشيك اذا هذا العنصر موجود في اللسته، اوكي. فاذا بتقول له اذا الحرف A موجود في السترنج هاي، اوكي تمام، بيطلع هاي النتيجه، تمام.
اذا مثلا اي موجوده كلمه جولي مش بقدر ابركادابرا زي فوق، اوكي كمان غلط منه موجوده، بس هو بيقول لك اذا هذا موجوده ولا لا. طيب هلا هلا هو هون شو بده يعمل؟ بده يطلع لك كل الاحرف، شو كيف بيسلخ منها ال شو اسمه الاحرف الكبيره، تمام، حيطلع كل الاحرف الكبيره منها هاي، تمام. فالاكس لازم يكون من حرف الام، بس من الاحرف الكبيره من اي لزد، اوكي. فعندي هون مثلا هاي كلمه او جمله وبدك تعمل منها اختصارات، عرفت كيف؟ مثلا زي ما بنقول USB Universal Serial Bus، اوكي هاي اليو اس بي تاعتها مثلا معناها هيك. ف اصبح عندي x such that انه x هي هاي ما هي لسته بالاخر، هاي الجمله ما هي لسته، اوكي. وبعتها على الالم، خليه يشوف لك قصتها، بطلع تي ال اي. هيك شو عمل هو؟ شحل ان ال أصر الكل أصر كلياتها لاختصارات، تمام. هذه حلوة بالهاسكل السريعة، اوكي. فهو ظبطها بالآخر، إنه لو كان عندك مثلا أنت بدك تعملها الأكسات تحطها هون اللستة اللي بدك إياها، وأي كلمة بدك تطلع منها الأكرونيمز تبعوتها، اوكي بس اعملها هيك، تمام. طلع الاختصارات تبعي، الاختصارات تبعي، تمام. ف فشو معنى كلمة سكوبا تبعت الغطس؟ وذا سيلف كونتيند اندر ووتر بريثنج اباراتس، يعني اندر ووتر بريثنج اباراتس، يعني جهاز تنفسي تحت سطح الماء، اوكي. سيلف كونتيند يعني كيف بقول يعني كيف بدي اقول لك هيك محوي، فهمت شو؟ والناسا مثلا شركة مؤسسة ناسا الحكومية ناشونال ايرونوتكس اند سبيس ادمنستريشن، اوكي يعني ادارة ادارة طيران الفضاء، اوكي الوطنية، فهي هي ناسا، تمام. هلا الناس تعرفها ناسا، بتعرفهاش هذا، بتعرفهاش ناشونال يعني بالاختصارات. ف يعني لو انا اجيت كان بدي المقصود انه لو بدي هاي حط محلها مثلا var، هيك سميه var، هون الفاريبل تبعي او الانبوت مثلا، تمام. فقلت له مثلا اكرو انبوت بتساوي هيك، بقدر اعمل هذا الشيء. بس انا بصير بعمله اكرو للجملة تبعتي بضل بيعطيني تي ال اي، او مثلا بصير بقول له هات لك اكرو على هاي واكرو على الثانية، تمام. وكمان كمان بقول لك بناء على اللي سبق، شو بتظن هاي شو بتعمل؟ اوكي هدول اصلا احرف العلة، اوكي. فهيك بشحل لك كل احرف العله من الجمله تبعتك، يعني اذا عملنا هيك ماي سترينج، اوكي اجيت قلت له قلت له هاي الجمله طلع لك كل الاحرف تبعيتها العله فيها، اوكي. ليش؟ لانه هو بياخذ كل عنصر من الكلمه من الجمله او من الكلمه، كل حرف منها وحتى اللسته لو كانت لسته ارقام او اي شيء، اوكي بطبقها على بعوضها باكس، اوكي وبتنزل كعنصر جديد. بس العنصر الجديد له شرطه انه يكون بينتمي للسته اللي هون، تمام. طبعا لما نحكي على سترينج خلص ما هي لسته احرف، اوكي. طيب هون ماي سكوير، طيب هلا عندنا هون تمرين سكوير كيوب، يعني سكوير وكيوب، طيب يعني مربع ومكعب، تمام. فهذا السكوير تاعك اوكي، وهذا الكيوب تبعك، تمام. هلا بقول لك اكتب تعبير اللي هو بياخذ هو اللي بيعمل توبلز من
الماي سكوير وماي كيوب. طيب السكوير هو التربيعات بين 1 و5 تمام، وال الماي كيوب بياخد تكعيبات ضرب باور 3 أس 3 من 1 و5. طيب اوكي، هلا بدنا نعرف التوبلز كيف بتصير. خلينا نسميها ماي توبلز بتساوي اكس واي such that انه اكس هن الماي سكوير والواي هن الماي كيوب. وسكر على الموضوع اهو، هاي ماي توبلز تمام. هلا هون هلا غير التعبير بحيث انه هي بتاخد الاكس والواي اللي هن اقل من 50. طيب بسيطة. هلا هون على 50 خليها 50 شو عليه. اوكي طيب that expression بحيث انها تستعمل بس الاكس والواي فاليوز اللي هن بيكونوا اقل من 50. طيب ماشي، إذا نعرف my tuples مرة تانية x less than 50 less than 50 y less than 50. أنا خايف أكون عم بقصد عن شيء تاني، يعني هون هو قصده عن إنه 50 هون تكون okay. بس لا مش منطق، لأنه هو عم بيحكي عن ال expression هذا التاني. ماي توبلز هذول هن. هلا بدي اعد الماي توبلز بقول له لينث، لانه هو طالب بعدين بالسؤال الثالث. ماي توبلز بيطلع 15 حبه تمام. هي طب داله ثانيه لهي الليست كومبريهنشن حتى تعرف كم توبل بيطلع لك. اوكي وهذا هو 9.7 تمام. سلام، رجاء اشتراك بالقناة وتخبير رفقاتك عن هاي السلسلة الفريدة من نوعها. سلام.